السلام عليكم، فلوق جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم البحوره اللي كيعجبوني بزاف في الجهه ديال مدينه تطوان والنواحي ديالها. خليكم معايا باش تكتشفوا كل شيء ومرحبا بكم. صباح الخير عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا حنايا دابا في مدينه ديال تطوان، واليوم النهار الاولاني غادي نمشيو ان شاء الله ونبحرو في مدينه ديال مرتيل. كما كتعرفوا بين تطوان ومرتيل كاين غير 8 ديال الكيلومتر، اذا هو البحر القريب هو البحر الاول اللي غادي نزوروه. خليكم معايا حيت صورت لكم بعض المقتطفات الجميله من مدينه ديال مرتيل. حاليا كنتواجدوا في كورنيش ديال مرتيل كما كتشوفوا. كما كتعرفوا اصلا مرتيل كامله بحر، وتطوان والنواحي ديالها كاملين بحر وبحوره ديالهم مزيونين. فحاولت انني نصور لكم بعض المقتطفات من البحوره اللي مشيت لهم. كل نهار مشينا بحر مختلف باش نجربوا، ما بقاوش في ريتم واحد، يعني في واحد البحر كل نهار نبحروا فيه. بغيت نشارك معكم يعني هاد الاجواء اللي عشتها كما كتشوفوا هنايا مع العائله. نصيحه اخرى بالنسبه للناس اللي كيباركيو مع الحاشيه ديال الكورنيش ولا مع الفراس ديال الكورنيش، ما تخليوش الطوموبيله ديالكم تما حيت كيديوهم في الديباناج كيغفلوهم كيديوهم. حاولوا تدخلوهم باركينغ باش تبقاو مرتاحين، وهيدا ملي تساليو التباحه ديالكم ما ترجعوش وتجبروا الطوموبيل مشات. كما كتشوفوا هنايا كما قلت لكم غادي نمشيو مع العائله وغادي ندوزو النهار الاولاني في البحر. انا هنايا جالسه مع موجه البحر ولا مع تشاليد بحر بحال اللي كنقولوا. بعد ما عمنا كنخرجوا باش نتشمشوا شي شويه. كما كتشوفوا هما العيال كيلعبوا، حتى العائله كيلعبوا الكره في الحاشيه ديال البحر. اجواء صراحه مزيونه بزاف، وهذا هو بحر ديال مرتيل. صراحه بحر مزيون وقريب كما قلت لكم. بالنسبه للغدا دينا هاد النهار ساندويشات، عملنا ساندويشات وجبناهم واجدين باش بلا ما نضربوا تماره. كل نهار ونهارو الساندويشات فيهم التورتيه. تحيه للناس ديال تطوان وصافي، ان شاء الله نتلاقاو في نهار تاني. هذا بحر تاني ونهار تاني غادي نمشيو بحر ديال ريفيين، وبالضبط كيجي في الطريق ديال الفنيدق. يعني كنفوتوا المضيق والبحوره ديالها، وهذا بحر ديال الفنيدق. صراحه بحر ديالو عاوتاني هو مختلف على مرتيل. بحر ديالو فحال مرايه، كيكون بارد شويه حيت صافي بزاف ومنظم فيه. المهم حتى هو فيه كورنيش ديالو كما كتعرفوا. دابا كورنيش تبارك الله من رينكون حتى الكاستياخو كامل يعني مبني. فكنجيو لهاد الموطا، هذا توا بحر ديالو رقيقي ما فيهش الناس بزاف، وكاينين بحوره يعني كل واحد غير يختار يعني بحال اللي بغى. هنايا فهاد البحر هذا كيكون شويه عائلي ما فيهش بزاف ديال الحاجات، وكاين بحوره اخرين كاين تريس بيدراس وكاينين بزاف ديال البحوره حداه. المهم كل واحد كيمشي للموطا اللي كيعجبو واللي كيرتاح فيه. هنايا كما كتشوفوا دخلنا عاوتاني الباركي ديالو، وكما كتشوفوا قلت لكم منظم، وحتى المنظر ديالو مزيون. وفي نفس الوقت كنوعوا كما قلت لكم، ما بقاوش بحر واحد ولا في موطا واحد كنبحروا. الانسان هو اللي يفوج مع راسو، خصوصا يعني ما كاينش البعد بزاف. هاد المناطق اللي غنصور لكم هاد البحوره مزيونين كما قلت لكم. هذا بحر ديال الريفيين كما كتشوفوا عاوتاني اللون ديالو مزيون الصراحه، وبحر ديالو غزال واعر. جينا عاوتاني مع العائله باش نبحروا هاد النهار هذا، وخليكم معايا. كما كتشوفوا الماء ديالو صافي بحال المرايه. الصراحه هذا البحر حتى هو مزيون بزاف. كما قلت لكم الناس اللي كيخيموا مثلا في تطوان ولا في جهه ديال وادلا ولا كل واحد فين كيخيم، ماشي ضروري تبقاو في بحر واحد، حاولوا تزوروا بزاف ديال البحوره باش تحسوا بالفرق.
وفي نفس الوقت الانسان كيعيش وكيجرب ذكريات، وفي نفس الوقت كيجرب بحور اخرين. هاد البحر هذا ضروري كما قلت لكم نزوره. حاولت ندخل الكاميرا تحت الماء باش تشوفوا، تبارك الله صافي ما شاء الله. وكذلك دوزنا هذا النهار مع العائله، عمنا نشطنا هذا النهار، هذا وجدنا جميله. خليت لكم التصويره ديالها في الاخر ديال الفيديو. وصافي درنا زعما داز نهار مزيون، كنتمنى ان شاء الله تزوروه. وهادشي اللي كاين، خليكم معايا في النهار الثالث. وهذا هو النهار الثالث، غادي ندوزو من الطريق ديال وادلا. وكما كتعرفوا ملي كنبداو الطريق ديال وادلا وما شاء الله سلسله ديال البحوره فيها بزاف، انا حاولت نصور لكم غير البحوره اللي قرابين من تطوان. فمشينا هنايا البحر ديال سيدي عبد السلام، هو اول بحر قبل من ازلا، حتى هو بحر مزيون عاوتاني. المهم الانسان كيبدل، فكما كتعرفوا من سيدي عبد السلام حتى تبارك الله حتى الجبهه وادلا وترغى امسا سطيحات، يعني مجموعه سلسله من البحار اللي واعره بزاف مزيونه. فكنتمنى تزوروها حتى هي وتنوعوا، ما تبقاوش في بحر واحد. حاولت نشارك معكم هذه خصيصا هاد اللقطات صورتهم غير الناس اللي غادي يجيو يزوروا ان شاء الله مدينه ديال تطوان باش يجربوا يمشيو يكتشفوا هاد البحوره هادو. وانا يعني متاكده ان شاء الله غادي يعجبهم بزاف. وهذه واحد الدقيقه شاركت معكم في وسط البحر ما بين الرمال الذهبيه، بالصحه والراحه. نهار الثالث هذا عملنا فيه شوا كما كتشوفوا، نهار الاول لي ساندويشات، نهار الثاني جميله، ونهار الثالث شوا. وصافي هيدا كنكونو سالينا بحر ديال سيدي عبد السلام، بحر مزيون واجواء مزيونه مع العائله. اليوم الاخير او البحر الاخير اللي غنشارك معكم هو بحر ديال الجبهه، هذا مشاركه من عند صديقه ديالي مشات ليلو. كما كتشوفوا بحر رائع جدا، يعني اللي سبق له مشى ليلو دائما كيرجع ليلو حيت المناظر اللي فيه واعرين بزاف، خصوصا ملي كتدخل في لوكا جما بين جبوله واحد المنظر بانورامي جدا. فكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، هو فيه مقتطفات من بعض البحوره. بالنسبه للناس اللي غيزوروا مدينه ديال تطوان، كنتمنى ان شاء الله يزوروا هذه البحوره ويردوا عليا في التعاليق كيف جاتهم ساريه. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم، تكونوا ديتوا بعض الافكار. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع افكار جديده. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف ظريف. غادي نقول لكم عطله صيفيه واخا هي على يتسالى، ولكن تدخل عليكم باش ما كتمنوا ان شاء الله. نتلاقاو فيديو جديد، والسلام عليكم، تهلاو في راسكم. الى كنت اول مره كتزور القناه ديالي وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك اعجاب، وكذلك سبسكرايب اشتراك، واضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم معايا في قناة خولة أم قصي، نشارك تجارب وأفكار ونصائح مع بعض. وشكرا لكم.